حل عن ابني يا بابا. لك انت ما حلك توصل منين اتصلت؟ من الشارع. تضرب انت الاستقبال مبتل بدل ما تقول الحمد لله على السلامة. جايين من تحت القصف والقرص والقبط واللزق والرصاص. هلا هذا هو ابن حماك اللي قلت لي ما؟ هذا هو. هي حالة طارئة اليوم، نحكي موضوع البناية بعدين. بس قصف ورصاص ممكن تسأل لي يا سؤال؟ كانوا سؤال هو متحمل كانوا طالع من قبر. طاع طاع روح. ايش شو هاد؟ مخابرات؟ العبوا عمتي العبوا، فشوا قهركم، البيت بيتكم مثل الفراشات. لا تقلي لي شكلها عم بترفس. ما تخالب بدي اسالك سؤال. شو شعوركم واحساسكم النفسي وانتم تحت الضرب؟ يلعوا قلبك. ايه حلي عن مرت خالك، حلي عنا وروحي طقي الحمام. انا امي دق لك انا خلص ماشي. ايه مو بس حمام، نحن بدنا نقع بكلور، إلنا شهرين عم ندشم ونبني ندشم ونبني بهالسواتر. كيف خال؟ شلون شايفني؟ غرفتي! لا تعال هون، تعال هون لوين. شوف ابنك المصون شو عمل برجلي. الله يخلي لك يا ويسلمه. الولد له بار تلتين وللخال. ولك اترك كل العاب نزيل على التخت يخرب بيتك نزيل. رندا نفض الحمام. شو عامل انا يا ربي بس؟ شو عامل؟ اهلين ابو سالي كملت. كيفك ابو غزال؟ الله يخليك يا رب يا ميت اهلين. صحيح الخبر اللي سمعناه؟ أنو خبر؟ عن عفوك من إدارة المدرسة وصرت مجرد مدرس قومية؟ مجرد مدرس قومية؟ إيه شغل مو عيب. لك العين تطرقكم. أي خبر ما بيصل لعندكم إلا بس لا تثبتوا فيه. منين دريت أنت؟ مو أنا أبو نضال. طبعاً أبو نضال. ليش في غيره؟ لا وأنا مثل الحمار عم بسأل. في مصيبة بتصير بالحارة، اسم أبو نضال ما بيشك فيها. نعم يا جار رضا. شالوني من إدارة المدرسة. وهلا انا مجرد مدرس قومي. بيعوضك الله جار، بس يعني انا عم اقول لحالي انه اكيد هلا بيكون راتبك ناقص وبدك تفتش عن شغل جديد مشان طالع مصاري. ما فهمت هي منين جبت النظريه؟ مو انا، هي مثالي قالت لي اكيد هلا رح يرفع لنا اجار الملحق مشان يعوض هذا الفرق. بيصير هيك يا جار، الجيران لبعضها، الله موصى بسابع جار. بس يا ابو سالي عيب. يلا روح البيت، أنا بدي أرفع الأجار. صحيح شفت ناس إجوا لعندك، مين هدو؟ سعيد أخوه لمرتي ومرته وزينجو ورينجو. زينجو ورينجو هدول اللي كانوا محاصرين بمنطقة ساخنة؟ أي نعم. معناها رح تطلعونا من الملحق وتسكنون محلنا. أنا لازم خبر مثالي. لك شو هالبني هذا ما؟ لو بعدت له رينجو يعطوه مو احسن؟